السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نغير الخلفية بتاعت الاركي كيت، وفي نفس الوقت نقدر نضيف جريد لتنظيم الشغل بتاعنا. فمن قائمة فيو بلاقي هنا جريد اند باك جراوند، فهنا بيجيب لي بقى الشو كونستراكشن جريد، وتقدر تختار المسافات بينهم، تقول له اوكي تبدأ تظهر الجريدات عندي. طيب من قائمة فيو هقول له ان انا عايز ادخل عند جريد وباك جراوند تاني، وهتلاقي عندك هنا المسافات تمام، وهنا المين جريد، وممكن تعمل حاجات جريدات مساعدة بالشكل دوت. ولو انت عايز تعمل روتيت للجريد تقدر تعمل روتيت. الباك جراوند ممكن نختار الخلفية بتاعتي، ممكن نختارها مثلا اصفر. وهنا الجريد لاين الخطوط بتاعت الجريد ممكن نخليها ازرق، اللونين دول بيحلوا مع بعض فيظهر معايا بالشكل دوت.